السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف حالكم؟ شانكم بخير وصحة وعافية. لا إله إلا الله، اذكروا الله وصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسوي معكم اليوم سندوشات ستربس الدجاج. شوفوا هذا من أمريكانا، مرة لذيذ يهبل. سندوشات جدا لذيذة وسهلة، تنفع للشباب وللشابات. لا إله إلا الله، اللي عنده عيال وبنات شباب تصلح لهم هذه بالمرة. شفتوا ستربس دجاج من أمريكانا. طبعا تقدرون تحطونه بالقلاية الهوائية أو تقلونه بالزيت أو تحطونه بالصينية تولعون عليها الفرن من فوق وتحت اللي أنتم تبون. لا إله إلا الله، هنا بأقليه وأرجع لكم بإذن الله. بسوي معكم الصوص حق ستربس. بصل حبة صغيرة، هذا مخلل خيار حطوه بالخلاط معه، حط شوي خردل، هذا هو. شفتوا شكله؟ أعيد معكم الصوصات: حبة بصل صغيرة، مخلل خيار، مايونيز، خردل، كاتشب وشطة. أخلطهم بالخلاط وأدهن فيه الخبز التورتيلا. جدا لذيذة الصوص هذا، بالمرة عن الصوصات الاعتيادية. قلت لكم أحط خردل، أحط شوي مايونيز تقريبا ربع كاس. لا إله إلا الله، أحط كاتشب. شطة، كمية اللي أنتم تبون. خلاص الحين أخلطهم بالخلاط، حط ودهن فيهن خبز التورتيلا. ندهن خبز التورتيلا بالصوص هذا، لا تكثرون عشان ما يطلع برا الخبزة. شوي خس أبيض، حط ستربس هذا، أحط بطاطس، أي نوع بطاطس عندكم ما مشكلة، كريسبي هذا ولا الطويل أصابع اللي أنتم الموجود توفر. شفتوا؟ حطوا عليها كذا قطرة صوص، نلفوه كذا، حطوه بالأهلة. الحين حطها بالحماصة، خليها تتحمص. حماصة سكر عليها، خليها لين تتقمر. واحدة ثانية، حط خس، حط البطاطس. بعدين ألفها شوي صوص من فوق كذا، بعدين لفوه زي كذا، حطوه بالحماصة. خلينا نشوف ليش صار عليها. ما شاء الله حمصت خلاص، طلع وحده واكتموه بحافظة.